اليمنى والبركات. صديقي العزيز في اخ محترم مغربي قال لي يا اخي انا مغربي بس هديك نصيحة الوجه الله. قلت له قول يا ابن عمي. قال لي يا اخي حل عن هذا المحتوى واسترزق بعيد عننا. قلت له صديقي العزيز عايز اوصل لك رساله وعايز اوصل لبعض الناس رساله. صديقي احنا هنا على المنصه انا راجل داخل على موقع امريكي برفع فيديو. انا لما اطلب منك اموال وما طلبتش منك انك تدعمني وتديني فلوس. انا راجل بعمل فيديو عجبك الفيديو اهلا وسهلا بيك، ما عجبكش الفيديو راك واحترم. انما قصه تسترزق وما تسترزقش يا ابن الاسترزاق لا كان عمره على جزائريين ولا كان عمره على مغاربه ولا على مصريين. الاسترزاق لو كان على بشر كان زمانها ولعت وكان زمانها لا مؤاخذه ضيقت. الحمد لله ان الاسترزاق على ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين برضو خلينا نكون منطقيين، احنا بنسترزق على اعلانات ادسنس. هتقول لي يا صاحبي معلش هما مش بيقولوا ان لازم نعمل مقاطعه؟ هو ليه الناس مش عامله مقاطعه لادسنس؟ لا صديقي الموضوع كبير والموضوع عميق وما تديناش في 60 داهيه. صديقي بعد ما كريم بنزيما ما كان موجود في الجزائر وبنزيما خد قلوب الجماهير الجزائريه والناس كلها قالت كريم بنزيما عندنا يا مرحبا يا مرحبا، بنزيما ابننا. خلي بالك بنزيما جاي عشان خاطر يشوف موطن جدوده. ايه؟ جاي عشان يشوف موطن جدوده. يا اسطى انا مش جاي عندك سياحه، لا لا لا، بنزيما جاي عندي عشان خاطر هو جزائري حر قلبه من قلبه وروحه جزائري. خلي بالك يا اسطى، خلي بالك الموضوع بتاع البودناس دول بكار يا ابن عمي. القصه بتاع كريم بنزيما الراجل كان جاي الجزائر سياحه، بس هو الناس كالعاده يعني فخموا الموضوع قال لك شوف بنزيما جاي عندنا عشان احنا لا مؤاخذه يعني حظيره الكبار واحنا 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 واحنا. شفتوا يا مغرب؟ شفتوا؟ شفتوا النجوم الكبار بتيجي عندنا وفي الاخر ودينا منتخب الجزائر وعطينا له تيشيرت منتخب الجزائر على رقم 9 وديناه في اي بي في الاستاد وخش يا كيمو برجلك اليمين. وفي الاخر كريم باي باي. رايح على فين يابا؟ رايح على السعوديه؟ لا. طب رايح على فرنسا؟ لا، رايح على المغرب. يا اسطى الوطيانه اللي فيك دي يا اسطى، يا اسطى ده انا كنت بقول ان انت قلبي وابني وحبيبي وكريم بنزيما رفيقي، ايه يا اسطى تسيبني وتخلع كده؟ اه معلش، رايح العب كوره في المغرب. طب واحنا ما عندناش ملاعب يا كريم؟ لا انا رايح العب كوره في المغرب عشان المغرب بتسمح لي بحريه ومساحه للحريه، انما لا مؤاخذه يعني عندكم انتوا انا بنزل الشارع والناس بتقعد تتصور معايا بالعافيه واللي بيبقى عايز لا مؤاخذه يعني يمسكني، ده غير ان انا ماشي بامن 24 ساعه. انا عايز اروح المغرب احس ان انا بني ادم كده وانزل الملعب العب كوره عادي والعب مع الناس عادي والدنيا بالنسبه لي تكون تمام. هتقول لي يا صاحبي هو ايه الفرق لا مؤاخذه؟ لا فرق كبير في قصه ان انا بعاملك معامله بني ادم غير ان انا بعاملك معامله مشهور. هو بص انت في المغرب راجل مشهور عادي، بيجي غيرك كتير، عندنا مشاهير كتير بيجوا المغرب عادي، خش العب كوره، خش اعمل اللي انت عايزه. انما الجزائر هو بتلاقي مشهور واحد او مشهورين عدوا على الجزائر طول السنه، فالموضوع بيكون مختلف تماما. ده غير ان المغاربه مش بينبهر بحوار المشاهير ده، او ده بينزل وهو بيلعب في ملعب في المغرب. اه يا صديقي بص هو الفيديو مش عارف بصراحه هو الفيديو قديم ولا جديد، بس ده كريم بنزيما وهو بيلعب في ملعب بيقال ان هو في مدينه مغربيه. ده غير ان بنزيما لا مؤاخذه كان صرح قبل كده وقال لك ان انا بروح مراكش مرتين في السنه. بجد؟ اه يا اسطى انا بروح مراكش مرتين في السنه، ايه المشكله يعني؟ بنزيما مش هو اول مشهور؟ ايه ده متابعين الجماعه من كام شهر؟ انس حبيبي حبيبي حبيبي، في واحد محترم قال لي ايه؟ قال لي يا اخي اه انت بتستسكى. قلت له ليه يا صاحبي؟ قال لي عشان خاطر لا مؤاخذه يعني بتجيب فيديوهات من عند انس وفيديوهات من عند عماد فواز. شاطر يا ابن عمي، انا اصلا من اول يوم اعلنت ان انا هجيب فيديوهات من عند انس ومن عند عماد فواز. ايه الجديد يا صاحبي؟ انت بتصدمني بحاجات غريبه يا علا، انت ساعات بتصدمني بحاجات غريبه. بس المهم يا صديقي العزيز ان انا عايز اوصل لك المسج دي تاني وتالت ورابع. اذا كنت انت دوله كبيره وعندك اماكن للسياحه ففي دول زيك عندها اماكن للسياحه لا مؤاخذه. اذا كنت انت دوله الناس جايه عندك عشان خاطر تستمتع بجمال بعض الاماكن، يعني مثلا بنزيما تقريبا كده كان على قمه جبل ونشر له فيديو، الراجل كان مستمتع برضه بيروح المغرب وبيعمل نفس الحاجات هي هي. فما تحسنيش بالنبي بالله عليك ان انت عندك حاجات عظيمه وان انت عندك حاجات مش موجوده عند الكوكب كله. لا كل بلد عندها جمال وكل بلد عندها حاجات خاصه بيها وكل بلد الناس بتستمتع جدا بيها. وتاني وتالت ورابع، مش معنى ان كريم بنزيما راح الجزائر علشان سياحه معنى كده ان هو حن لاصوله وحن لعائلته وحن. هو الراجل رايح سياحه لا اكتر ولا اقل، سابك وراح يكمل سياحه فين؟ في المغرب. كل مشاكلك السياسيه هو ملوش علاقه بيها، هو الراجل جاي ينبسط وجاي عايز